نوصل لبيوتي مع الست ليلى عباد اللي بتجمع خبرة طويلة، سلسلة من النجاحات وكمان شغف لعملها، وبتصور هيدي من أسرار نجاحها كل هالسنين. أهلا وسهلا فيك ست ليلى. شكرا رولا. اليوم بدنا نحكي عن التاتو كعنوان رئيسي، ولكن كل أنواع التاتو اللي ممكن نضعها على الوجه. بس بالبداية بدي أسألك عن تفسيرك أنت الخاص أو تعريفك أو مفهومك أنت الخاص كليلى عبيد للتاتو. التاتو عادة بيقولوا permanent makeup، أنا لإلي ما بقدر سميه كليلى عبيد permanent makeup، أنا بسميه تصحيح. في مراحل كتير بنمرق فيها بتحسي الحواجب عاطين تريست هيك نزلين، العينين نزلين، التم عاطي هيك دروبت، كل شيء بيقشط لانه نحن باتجاه الجاذبيه لتحت، بصير في ساجنس بالمعالم يلي نحن بدنا نحكي فيها بالتاتو، هي الاكثر لشكل الفم يلي بيصير حزين، لشكل العين اللي بتكون حزينه، وزيت الوقت الدروبت ايبراوز يلي اللوك كله بيعطي حزن لما بنحددها. هالشيء هيدا بخلينا نقول نحن وي ونت تو ابليفت هاللوك هيدا وتو ريز اور فيلينجز، انه نحط هيك تو ريز اب اور فيلينجز. هيدا الشيء اللي بمفهومي للتاتو، وبمرحلة من العمر هو بيقدر يصحح التطور العمر. يعني هون عم نتحدى الجاذبية أكيد بطريقة ما في أو أخرى، لأنه بينزل الحاجب مع الوقت، الشفاف بيفقدوا شوي من حجمهم، والعينين ببلشوا ينزلوا نزول. وبزيت الوقت يعني نحن عم نفكر كتاتو، نحن بنكون عم نفكر أنه عم نعطي لوك كامل يونجر. وإذا كان في مشاكل بالحاجب أو بالفم بأي مرحلة، التصحيح وجب هون. نعم. التصحيح يعني إذا الحاجب منه ما عنده امتلاء كامل، إذا الحاجب في عنده فراغات. نعم. إذا كان حدوده ما بتكمل بعضها، زيت الشيء شفيف. إذا كان المسافة بين الفم والأنف بتتعدى الإصبعين. نعم. معناتها لازم يصير في تصحيح لشكل الأرك دو كوبيدون. وإذا كان اتجاه، إذا حطينا بنسل. نعم. أو براس وقسنا هيك ما بين الأنف وحدود العين، منشوف إذا الحاجب بيتعدى يكون أوطى، معناتها هون وجب انه نبتدي نعلي. عم نشوف هون بالصور شيء كثير مهم اباوت شكل الوجه. يعني اذا بدنا نعمل بيرمننت ميك اب، الكي شو هو؟ انه نتعرف على شكل وجهنا. يا هل ترى هو راوند، سكويرش، اوفل، اوبلون، كل هالاشياء. نعم. هيدي لها تاثير كيف بدنا ننتقل لنحدد شكل الحاجب. ما فينا نقول او الفم او اي معالم بالوجه من دون ما نكون عارفين. نعم. شكل الوجه وما يعني اول شيء بتنظري له ست ليلى هو شيب او كسم الوجه. كسم الوجه والمساحه ما بين الجبين والفروة الرأس، وما بين الشفاف والدقن، وما بين الشفاف والأنف. هذه مسافات ضرورية أن نفكر فيها لحتى نوصل لرسمة مضبوطة. بالصورة الثانية بنبلش نشوف ليه نحن بدنا نغير، لأنه أو بيكون عندنا rounded eyebrows أو بيكون في عنا ما عندهم هوية، مدورين وشوي. نعم. أنجل شوي مسحوبين أو حزينين، وخاصة لما بنحكي وبتشوفيها عند كتير من المغنيات أو المطربات أو المطرب لما بغني بيتغير شكل حاجبه. صحيح. وبتشوفيه راح هيك باتجاه الأنف وجبين لفوق، أو الحاجب المتعجب أو الستريت يلي بيعطي شوي ما عنده كاركتير، أو بيكون عاطي وتشي شوي أحياناً. بالانتقال للقسم يلي بدنا نبلش نحن نصلح فيه ويلي بدنا نبلش نقول شو بدنا نعمل، ما في قرار للتاتو، ما في شيء اسمه بيرمننت ميك اب، في انه انا بدي غسل وجهي وقوم مرتاحه، يعني غسلت عيني بتقبل نفسي كمان ولا غسلت نظفت الميك اب، بقى حاجبها حلو، شفافها حلوين، اتجاه لاينر تبع العينين مرتاح. هيدا اللوك يلي لازم بالاخر يتركه البيرمننت ميك اب او التصحيح، يلي هو ا بيت اوف ا ميك اب بات فيري ماتش اوف ا ستايل اند كاركتر. ولما بنبتدي بالقسم الثاني
نقول انه تاتو لازم نعرف نطلع بالمرايه ونعرف شو بدنا. يعني انا مش بس بسلم لاخصائيه التجميل، انا لازم اعرف بالمرايه انا شو المعطيات اللي بدي اياها، كيف هي بتحب تشوف حالها. ولكن هون ست ليلى، قد ايه مسموح نبتعد عن شكل الحاجب الطبيعي؟ ما فينا نبعد كثير. واحلى شيء قلتي شوفي عم تمشط حاجبها لحتى تعرف شوف المقاسات يلي عم نشوفها سوا، هيدي المقاسات يلي لازم ما نتعديها لما بنكون عم نرسم هالانجلز. مثل اي شيء رسمي بدنا نعملها بلان، لازم يكون في بلان، ومن بعد ما نحدد بنشوف بيفور تاتو الحاجب افتر تاتو قد ايه صار في كاركتر. ولكن مع هالكاركتر ما فينا من اول عين، من اول رمش ما نعطي حجم للشفيف. هيدا الشيء كثير له تاثير مع العمل على بيلينج للوجه وتحضيرات لحتى يتقبل كل هالشغل المرسوم فيه ليكون في نضاره. ولما بننتقل لحتى نشوف كيف تمت هالاشياء، هي مراحل ما بين رسم الفم، ما بين التحديد الكونتور ويضل فيه شيب لحظه، نعم. السمايلي شيب اللي عم نشوفه باخر الانجلز تبع الشفيف، وصولا للون يلي بدنا نحطه يلي لازم يكون يعيش معنا مش طبيعي. يعيش مع الوان، نعم. التيب. وهيدا التاتو يعني دايركتلي عم بيصير بعد بيكون احلى لما بيقشر وبيعطي ناتشوراليتي كثير حلو. القسم يلي نحن عم نقوله يلي حددنا فيه ما بين الحاجب والفم، هيدا صار في عنا لوك يلي بيقدر يشبهنا، ولكن هيدا خيار. هيدا اللوك هو خيار، ما في يقول انا انه 100% لازم الكل يتجه انه يعلي حاجبه، الكل يتجه انه يغمق فوق عينه. الخيارات موجوده ولكن حسب معطيات التقاسيم الوجه والبشره بحد ذاتها. This is the steps يلي نحن بنمرق فيهم، وهيك بنقول انه مننام مرتاحين ومنفيق مرتاحين، الاهم ومنفيق مرتاحين، وما في عندنا سمجد لوك انه جايين المخدي. هون كله بيرمننت ميك اب، كله بيرمننت ميك اب، منه تاتو. برجع بعيد، هيدا مش تاتو، هيدا بيرمننت ميك اب. ات فيريز جرادولي بالالوان بتبلش تفل الرسمه، فينا نحسنها لانها كمان كثير خفيفه وبعمق التاتو ما بنفوت كثير. هيدا منه هيدا superficial، منه deep implementation. بالتاتوز يلي مرقوا يلي لحلا نرجع نشوف كيف بصير التصحيح، والتصحيح هو لاشكال التصحيح اللي هو الاصعب. الاصعب بدنا نشوف الصور، ولكن عنا وقفه قصيره قبل. يلا نرجع لبيوتي مع ست ليلى عبيد. موضوعنا اليوم هو التاتو والبيرمننت ميك اب. كنا عم نستعرض صور قبل الوقفه ست ليلى تنعطي للمشاهدين فكره عن شو عم نحكي بالصوره. رح نتابع بالصوره لحتى نوضح اكثر كيف بيتم هالتصحيح يلي سميناه تصحيح، ما نسميه انه التاتو، لانه كلمه تاتو بترمز اكثر لاشياء عم نرسمها على الجسم لنكون في عنا فانتزي اكثر من ما نكون عم نرسم على الوجه اللي هو امور جديه، نعم. بدها قرارات او نجمل منطقه معينه بالوجه. هيدي الحقيقه. بالمتابعة مع الصور هون عم نشوف، بتشوف العين قد حضورها ناعم خفيف من دون تاتو، ولكن لما تغير اللون بالحاجب كثافة الحاجب عطى نيوانس كثير أقوى للعينين. وكمان بالصور الثانية اللي عم نشوفها بنشوف الوبرة قد ايه بتعطي جماليات من دون ما نكون مبينين انه صححنا. في تحديد ناعم، فينا بالميك اب تو بروسيد مع ضوء خفيف من الاوكر او الابيض. هون بنشوف قديش بيفور وافتر عم نقدر نعطي ابليفت للشكل ككل. هون بيفور بيفور تاتو يلي كان معمول وتصلح. هون الشفيف شوف قديه بنحس انه ناتشرال، ولكن مقاسات الحدود المضبوطه مرسومين رسم مثل ما بيقولوا كثير حلو.
هون بنشوف كمان هيدي الالوان يلي كثير انا بحبها وبشوفها فيري ناتشرال مع كل الوان الليبستيك لما بنحددها بالتاتو، ولكن من دون بوردر، ما في كونتور هون، وهيدا الشيء كثير بركز عليه. هيدي غطا بيرتكبوها بحطوا زيح اغمق بكثير من لون شفافه الحمراء، وهي كانت بدايه التاتو. نعم. هيدا كانت بدايه التاتو. شوفي، هو التاتو كان للزينه، ما كان لشيء ثاني، كانوا يزينوا ايديهم والقبائل كانوا يعرفوا بعضهم. هون زيت الشيء بنشوف الفوليوم قد ايه بيعطي، هذا الاحمر اللي كنت عم تحكي عنه، هذا الاحمر اللي كنت عم اقول عنه ويلي كثير مهم. حتى لما بتكوني مسافره بتحسي تغييرات حواليك، هذا بيشبه الالايف يلي ورانا كثير حلو. ات ذا سيم تايم هون عم تشوف بتفكري كانه ليبستيك ان ريد، والريد هو كلر، اتس فاير كلر، بس يت بده قرار. انا صعب اخذ قرار اعمل بيرمننت ميك اب يكون ريد. بينعمل هيك بميل هيك اكيد في كثار. اما هون انا بميل لهيدي الالوان كثير للناتشراليتي. بنشوف من بعد التاتو بالصوره يلي فوق، ولما نحط بيت اوف تاتش اوف جلاس فوقه شوف كيف بيعطي ناتشرال، مع انه حجم تمها كان مليان. بنشوف بالصوره اللي فوق حجم التم ما بده كثير كان تصحيح، بس لونه كان بحاجه. نعم. زيت الشيء هون عم نشوف قد ايه السمايلي لبس مهمين هون يلي عم نشوفهم. ما كثير تعدينا وجود اللبس، ما كثير تخطينا حدود البوردر لاين تبع اللبس الطبيعي. نعم كثير حلو. لما بنعمل تاتو للشفاف ست ليلى بنقدر نغطيهم اذا حبينا نعمل ميك اب بغير الوان؟ ما بيأثر، لانه خاصه اذا عم تعملي اورجانيك. هون عم نتحمر بالحمره الحمراء من بعد بيرمننت ميك اب، بنلاحظ انه الحاجب لما بيكون مضوي كثير فينا نقوي باللبستيك. وهون من بعد بناخذ صور شوي سريع لحتى نقدر نقطع هيدي خلال التاتو البروسيجر اللي ببين فيها الزيح. نعم. من بعد ما نبلش نعبي فيه تنعطي الحدود الفم المضبوطة، لبس لبس ايبراوز ايبراوز. هون عم نشوف خلال التاتو كيف بيكونوا، بس يقشر كيف بيصير. نعم. الستيب يلي بنشوفه احمر وغامق، شوفي كيف بيقشر وبيرجع بيعطي لون البينك الطبيعي، هيدا ديولا احتقان الحركه الدمويه بالشفاف. شكرا لهالمعلومات ست ليلى، بتصور عم بتساعد كثار، يمكن عم بفكروا اذا بدهم يعملوا او لا، وصاروا يعرفوا عن مين يلجأوا حتى يحصلوا على افضل النتيجه. اهلا وسهلا فيكي. ثانك يو لالي كريلا. وقفه مشاهدينا ومنتابع ام تي في الايف لليوم مع رانديفو.